من وجهة نظركم ايه الفرق بين الستات والرجاله في رمضان؟ انت جايه من الاجازه جايبه دراسات تاني معاكي؟ مالها الدراسات؟ ورجاله احنا رمضان سنه صايمه وتعملي مشكله الرجاله والستات. ما انا عشان رمضان بدي لك دراسات على الهادي خفيفه بتسويها على نار هاديه في رمضان مش في الفرن. في رمضان دراسات في رمضان؟ في رمضان اقسم بالله في رمضان. في رمضان ده احلى الدراسات في رمضان. اقول لك انا الفرق بقى بين الراجل والست وكلمونا قولوا لنا، يعني هقول لكم فرق من الفروق، بس اكيد في فروق كتيره جدا بين الراجل والست في رمضان، نحب نسمع منكم. انا شايفه ان الست بتبقى اهدى من الراجل في رمضان. الراجل بيكون عصبي جدا 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 قبل الفطار زي ما قلنا قبل كده، وكلمنا وعملنا نصايح للرجل، ومش طايق نفسه او مش طايق دبان وشه زي ما بتقول بالبلدي، لكن بيبدا اول ما ياكل ويشرب قهوته بيبدا يهدى جسمه ويستريح ويريلاكس. الست بقى العكس الحقيقه. إيه الست بتكون هاديه في الاول وبعد كده بعد الفطار بتتعصب، بس النتيجه كده ان في عصبيه طول اليوم سواء من الراجل سواء من الست. واحد كده واحد كده. الست بقى بعد الفطار يعني خلاص الراجل رجع من الشغل واكل وقعد بقى بيتفرج على المسلسلات. وعلى فكره الرجاله يعني يقال الدراسات بتقول ان الرجاله بتتفرج على المسلسلات اكتر من الستات. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لان الستات مش فاضيه الصبح بتطبخ والولاد والمدارس والتحضير والبيت، وبعد الفطار الصلاه عندها الصلاه وعندها المطبخ كمان الصلاه والمطبخ. لا انت مش متخيل لم السفره اولا بياخد وقت كتير جدا. صايمين يا المواعين انت راجعه لي رايقه راجعه لك احنا صايمين راجعه لك. بصي الدراسات دي بتعمليها في احنا صايمين. احنا قلنا في رمضان والدنيا ماشيه حلوه في يعني. رمضان يا راجل بقول لك كله بيتسلسل في رمضان ده عالي بدراسات في رمضان. لا انا هقول لك حاجه، ما هي بتقوم الست بتعمل ايه؟ كلمونا يا ستات اللي بتتفرجوا علينا. لم السفره غسيل المواعين بيبقى صعب لم جدا لان الناس بتبقى عامله لا والله كل واحد بياخد طبقه. لا ما بقاش حد بيتعاون بيسيبوا على الست كل حاجه، تلم هي السفره وتلم المواعين. يعني انت عايزه توصلي للناس ان الست بتعمل كل حاجه والراجل قاعد يتفرج على المسلسلات وما انت في رمضان في رمضان في رمضان تتخيل تخيل. انت عايزه مننا من الرجاله ايه فاهمين؟ انا مش عايزه اقول حاجه، انا عايزه بس يكون في تعاون، لان زي الحمل لما بيكون كبير على الست اكيد احنا متفاهمين ان الراجل كمان بيكون تعبان في شغله، بس لازم نساعد بعض، لازم يكون في تعاون بيننا وبين بعض، ما ينفعش واحد بس يقعد واحد هو اللي يعمل كل حاجه. لا طبعا روح التعاون والمشاركه دي هي سر واساس النجاح. وبتطلع البنات والولاد كمان كانوا متعاونين معاهم بعد ما يعملوا بيوت. كنا بنتكلم امبارح انا ولميس امبارح في الموضوع ده، ان الولاد الست والراجل بيولي التعاون بين الولد ومراته والبنت وجوزها بعد كده البيوت الجديده اللي بتتفتح بعد كده. اما بيشوفوا لان هم قدوه وهم النموذج اول واحد الطفل. كل المتخصصين بيقولوا الطفل اول ناس بيتعلم منهم هو بيقلد ابوه وامه. ده حقيقه. فاللي هيشوف ابوه وامه بيعملوه هو اللي هيعمله هينفذه معاه في المستقبل. صح ولا لا؟ في المسلسلات يا ابو سينا بقى ما بتقعديش في دراسات والنبي، خلينا في المسلسلات ماشي. اللي الناس ايه مشغوله بيها ما تخرجوش بيهم وتشوقي الناس لحاجات مشاكل بعد رمضان بقى، خليها بعد رمضان طبعا زي مش في رمضان. مش في رمضان مش في رمضان. قولها كده تاني. في رمضان في رمضان. كلمينا على المسلسلات. طبعا مجموعه من المسلسلات المميزه جدا 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 على شاشه ام بي سي مصر السنه دي. اتكلمنا على مين قال رايا وسكينه، مسلسل توبة، مسلسل اسطوره الوادي المداح، ومسلسل كمان بسم الله الرحمن الرحيم وسط البلد. وسط البلد من اروع المسلسلات، لكن اللي شدتني قوي واللي انا متابعاه قوي توبه. توبة أبدع الأكثر بحثا. اللقاء مع بابا امبارح أبدع فيها يعني اللقطة الفنانة لقى ماتت. لقى ماتت. أنت عملت إيه لما لقى ماتت؟ أنا قلبي اتقطع يا جماعة. أنا ما كنتش متخيلة أبدا دي مفاجأة مسلسل توبة السنة دي إن الفنانة أسماء أبو اليزيد تموت يوم 13 رمضان. يعني طبعا احنا بنتفرج على شاهد قبل الحلقه الحلقه السابقه في شاهد زي ما قلت لكم قبل كده، لكن هي يعني كان طب ما نحرقش بقى للي هيتفرج النهارده. عشان النهارده مش هنحرق، اتفرجوا على حلقه النهارده. يعني مش عايزه اقول لكم مفاجاه، لكن اللي انا عايزه اقوله للفنان والنجم الكبير ماجد المصري، انا بحبك جدا 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 وانت بلدياتي على فكره، بلدياتنا من طنطا. لكن بعد حلقه امبارح يعني انا كرهتك بصراحه يا ماجد. ايه الشر ده كله؟ كده نجح. ايه ده؟ كده نجح. ايه ده؟ كده يا استاذ ماجد إيه نجح. ايه ده؟ ايه ده؟ مش ممكن سيد الاجنبي. مش ممكن على الدور سيد الاجنبي بيهزر كلهم الحقيقه. بيفرم سيد الاجنبي وبيفرم اللي في الطريق قدامه وانتصار وصبا مبارك والفنان عمرو سعد كلهم عاملين ادوار من اروع الادوار. ادام انت كرهت ماجد المصري يبقى كده نجح.